إذن أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي أينما كنتم. مرحبا بكم مجددا من خلال البث المباشر من مدينة إيمو الزركندر اللي فيها واحد البرد قارس صراحة. خلينا الصاد في مدينة فاس، جينا الموزر لقينا البرد. دائما متابعينا ومشاهدينا الكرام في جولة في شوارع مدينة إيمو الزر الساحرة، المدينة الهادئة اللي كيقصدوها المغاربة. فصراحة جو جميل هنا في إيمو الزركندر. واش سبق لكم جيتوا للمدينة ديال إيمو الزر؟ دائما خليو لنا تعليقات ديالكم وتفاعلوا معنا باش نستمروا في هذا البث المباشر، وغادي نساليكم في الشوارع ديال إيمو الزركندر. أولا واش وصلكم الصورة والصوت مزيان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني واش سبق لكم زرتوا المدينة ديال إيمو الزر؟ والسؤال الثالث تفاعلوا معنا من خلال هذا البث المباشر، غادي نبقاو معكم في جولة في كل الشوارع ديال مدينة إيمو الزر كندر. دائما درجة الحرارة هنا 13 درجة 14 درجة اللي كاينة هنا ديال الحرارة، برد قارس. هانتوما إلا وريتكم حالتي كيفاش خرج غادي تضحكوا عليا، ربما غادي تضحكوا عليا. ها كيفاش خرج، لان واحد البرد صعيب، لان تخرج بلا كابيشون لا هذا يضربك البرد. ها كيفاش خرج، باش ممكن لانني نقل لكم الاجواء هنا في مدينه إيمو الزر كندر. دائما كما عودناكم في مدينه فاس، الان بمدينه إيمو الزر كندر. انقل لكم بالصوت والصوره الاجواء المسائيه هنا، جوله في شوارع إيمو الزر كندر. الشوارع فارغه، صلاة التراويح عاد انتهت دابا. دائما قلت الاجواء جميله، البرد قارس، الجماليه ديال هذه المدينه كتخليكم على انكم دائما تقصدوا مدينه إيمو الزر كندر. لكن الموضوع اللي بغينا نتحدثوا عليه هو واش ممكن إيمو الزر يوما ما تولي بحال المدن الكبرى، بحال الرباط، بحال يعني المدن الكبرى كازا، طنجة، من ناحيه ديال التنميه. كنتحدثوا من ناحيه ديال التنميه، واش ممكن إيمو الزر نشوفوها مدينه بمواصفات محترمه، ام ان إيمو الزر غتبقى مدينه صغيره كيقصدوها يعني المغاربه من اجل يعني الراحه ومن اجل يعني البروده ديالها. واش في نظركم إيمو الزر ممكن لانها ترجع مدينه بمواصفات المدن الكبرى؟ هذا هو السؤال المطروح. واش الخصم قادر على انه الرئيس الجديد ديال إيمو الزر كندر البطل العالمي، واش قادر على انه يضرب داك المشاكل ديال إيمو الزر كندر بالكاو، ويعني ويخرج إيمو الزر من 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 هذا التهميش اللي كان فيها؟ واش الرئيس الحالي الخصم مصطفى الخصم قادر على انه يحرك المياه الراكده هنا في إيمو الزر كندر ويغير المعالم ديال إيمو الزر كندر في نظركم؟ هذا هو السؤال المطروح. واش المدينه غادي تخرج في نظركم في ظل الان التسيير ديال المجلس الحالي، واش غتخرج من هذا التهميش اللي كانت فيها؟ بوادر ديال التنميه ما كانش كتبان في إيمو الزر كندر، باش نتحدثوا بالصدق راه كاين شارع واحد اللي هو معروف هو الشارع الكبير ديال إيمو الزر كندر، باقي الشوارع فما كاينش، هي التنميه غائبه على إيمو الزر كندر. دابا واش ممكن لان نتحدثوا على التنميه في ظل الان التسيير ديال الرئيس الحالي والمجلس الحالي؟ كنعرفوا لان الخصم كان عنده واحد الغيره على المدينه ديال إيمو الزر قبل ما يولي في الرئاسه ديال البلديه هنا ديال إيمو الزر. الان هو عنده يعني المفتاح ديال التنميه في يده، او الفولون يعني الفولون عنده في يده، به هو سايق دابا الجماعه. واش قادر على انه يغير؟ هذا هو السؤال المطروح. ودائما معكم في هذه الجوله، انتم كتشوفوا الشوارع ديال إيمو الزر كندر فارغه، ما كاينش، مازال الناس ما خرجوا. غادي نحاولوا نمشيو مع الشارع هذا، الناس عاد سالاو صلاه ديال التراويح والعشاء، ولا دائما معكم في قلب إيمو الزر كندر. بارطاجيو هذا اللايف باش يوصل لعدد كبير من المتفاعلين، باش نبقاو في نقاش معكم دائما، باش ما نبقاش كنتحدث بوحدي. ها انتم كتشوفوا الناس مازال ما خرجوا، بداو كيتحركوا الان بعد صلاه التراويح وبعد صلاه العشاء، كيخرجوا الناس كيديروا جولات في ازقه وشوارع إيمو الزر كندر. السؤال المطروح دائما في انتظار تعليقاتكم، خاصها باش تعمر مزيان، خاصها الناس باش تعمر مزيان. فوالا، واش ممكن لانها تولي مدينه كبيره في المستقبل الاخير؟ هذا هو السؤال المطروح. واش ممكن لانها ترجع
إيموزار كندار تولي مدينة من المدن اللي كبرى في المغرب. واش ممكن توسع مستقبلا؟ واش ممكن نشوفوا بنيه تحتيه في مستوى المطلوب؟ راه مازال البنيه التحتيه اللي كاينين دابا في إيموزار راه غير داكشي على قد الحال وصافي. باش نكونوا واقعيين، ما كاينينش هنا شي مشاريع كبرى باش يخلقوا فرص شغل للشباب. ما تشوفوش إيموزار تجيو تبردوا فيها، لا خصنا نشوفوا هاد الناس كيفاش عايشين هنا، واش عندهم شي فرص شغل، واش عندهم شي معامل، واش عندهم شي مصانع فين يخدموا الناس، واش عندهم شي مستشفيات في المستوى المطلوب، كيفاش داير؟ لان إيموزار راه جايه السونتر وكاين العالم القروي يحيط بإيموزار، يعني هاد الناس كيفاش عايشين في العالم القروي؟ راه كنعرفوا لان الناس كيجيو لإيموزار باش كيستمتعوا بداك الثلج، ولكن خصنا نعرفوا الناس اللي عايشين في الثلج، العالم القروي في المحيط ديال إيموزار اللي عايشين في الثلج كيفاش كيكونوا في البرد؟ اجيو طلعوا عليهم وتعرفوا المعاناه الحقيقيه ديالهم. واش هنا المجلس الحالي قادر على انه يخرج إيموزار من هذه المعاناه؟ هذا هو السؤال المطروح، وهذا هو النقاش اليوم من خلال البث المباشر دائما في شوارع مدينه إيموزار. متابعينا ومشاهدينا الكرام، خديتكم في جوله وغادي نعود لكم ان شاء الله من خلال بث مباشر اخر. المدينه ديال إيموزار صغيره ما كبيرهش بزاف، ممكن لانك تسارها في 15 دقيقه ولا 10 ديال الدقائق. دائما هذه الاجواء، لازال الناس مازال ما خرجوش مور صلاه التراويح، غادي يبداو يتحركوا الناس الان في جوله في شوارع مدينه إيموزار. اذا الى ذلكم الحين غادي نقطع هذا البث المباشر وسوف اعود اليكم من خلال بث مباشر اخر ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.